تعالوا هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهريج ودوما تسلينا طوبي كثبت وابوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغادو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها ينور العفو عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد مساء الخير يا أطفال وش راكم؟ راكم هايلين، راكم شابين اليوم. إذا مرحبا بكم يا أطفال، وأنتم كذلك راكم تشوفوا فينا، إلا حبيتوا تحضروا معنا وتشاركوا كما هاد الأطفال اللي راهم هنا، ما عليكم إلا توجهوا الموقع الإنترنت عمويزيد.com بهذا الشكل. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. يا أطفال لما تشاركوا وتسجلوا عبر موقع الانترنت نطلبوا منكم شيء فقط، هو الصبر شوية لأن التسجيلات كثيرة وكل الأطفال حابين يحضروا معنا وعمو يزيد حاب يجيبكم كامل الحصة، إذن شوية تاع الصبر راح تلتحقوا بينا كامل. في هذه الفترة هذه كاين يوم مهم، يوم مهم مهم جدا، هو اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة اللي صادف يوم 3 ديسمبر. هذا اليوم هذا مليح أننا نتوقف عنده، على بالكم ذوي الاحتياجات الخاصة ما يحتاجوش برك المساعدة والعطف كامل، يحتاجوا الإدماج، الإدماج في الحياة اليومية، يعني الإدماج في المدرسة، إدماج في العمل، يعني عدة قضايا لازم توقفوا في هذا اليوم هذه باش نترقوا لها. يا أخي وأنا اليوم جبت لكم مفاجأة، مفاجأة راح نتكلموا عليها بعد اللغز. تحبون الألغاز؟ لغز اليوم يقول: ما هو الشيء الذي كلما أخذنا منه كبر؟ نعود اللغز: ما هو الشيء الذي كلما أخذنا منه كبر؟ أنتم والأطفال لما يشوفوا فينا تاني يقدروا يفكروا ويجاوبوا عن اللغز عبر الإنترنت عبر موقعنا بهذه الطريقة. والشاطر يعطينا الحل. أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الإنترنت مع آجل. اكتب عمويزيد.com، اضغط على زرار جاوب على اللغز، املأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل، 15 سنة في خدمتكم. اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة. مبروك عليك الهدية. إذن تكلمت مقبلة عن ذوي الاحتياجات الخاصة. اليوم أنا عندي لكم مفاجأة، راح نحط صديقي الأرنب، نحطه يا الله هلا ورايحين من شافي لا تشفوا الأطفال اللي شاهدوا حصتنا اللي كانت مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة في سنة 2015. كنا استضفنا طفل واسمه بلال. بلال هذاك الوقت جانا في كرسي متحرك يا أخي، واليوم بلال جانا يمشي. إذن بلال راح دار علاج مكثف في دولة شقيقة في مصر، وين راهو يقدر يمشي دركا. إذن تصفيقة كامل، نستضيفو بلال. أروح بلال، تعال بلال، تعال تعال وليدي، يلا يلا وليدي بالعقل. صفقوا على بلال. برافو برافو برافو، شوفوا كاش يدور وحده، شوفوا كاش يسقم روحه وحده. هلا يلا وليدي، هلا نرجع شويه اللور، يلا هلا زيد شويه، زيد شويه اللور بلال، زيد شويه برك. فوالا وليدي قعد، الله يبارك. فوالا وليدي تكا هكذا، تكا في الكرسي. هلا وليدي برافو برافو، هذه خلاص ما نحتاجوهاش دركا. واش راك بلال؟ لاباس؟ اه راك فرحان؟ اعطيني الميكرو بوي، اعطيني الميكرو. واش راك بلال؟ اه راك فرحان؟
مرحبا بك، مرحبا بك وليدي، مرحبا بك. إذا شوفوا بلال كيفاش كان في كرسي متحرك بالإرادة نتاعو كاش راهو يمشي دركا. إذا تصفيقة تصفيقة وتحية لهذا التحدي هذا. برافو وليدي. إذا بلال راح يبقى معنا إلى غاية نهاية الحصة. فوالا تكا هكذا وليدي. برافو برافو برافو. يا أطفال اليوم كلفنا أيمن باش يدير لنا بحث عن محمد الإدريس المدعو عمر. إذا تفضل أيمن، تفضل تصفيقة تصفيقة لأيمن. مساء الخير يا أطفال. مساء النور. اليوم جيت نحكي لكم على حياة محمد إدريس المدعو عمر. ولد في 15 مارس 1931 بمدينة قطرة بولاية بسكرة. زاول دراسته بمسقط رأسه، تعلم العربية والفرنسية كما حفظ القرآن الكريم. نظرا للظروف الاجتماعية الصعبة اضطر إلى توجه إلى حياة المهنية، فاشتغل في مصانع الأحذية وتنقل إلى باتنة ثم العاصمة. عند اندلاع الثورة تكلف بالاتصالات في مدينته. منذ 1955 انضم إلى جيش التحرير الوطني بالأوراس، ومن الأوراس انتقل إلى الصحراء لعمل رفقة الشهيد عاشور زيان. في ماي 1957 سافر إلى المغرب رفقة عقيد لطفي والتقى بعبد حفيد بوصوف. سنة 1957 عين رائدا تحت قيادة عقيد سي الحواس الذي كلفه بقيادة الولاية السادسة أثناء سفره إلى تونس. ولذلك رافق عمر إدريس عقيد سي الحواس وعميروش في طريقهما نحو تونس، ووقع الجميع في كمين تحول إلى معركة ضد قوات فرنسية يوم 29 مارس 1959 بجبل تامر. واستشهد عقيدان بينما جرح عمر إدريس وألقي عليه القبض بعد أن عجزت القوات الفرنسية على حصول على أي معلومات أثناء قامت بإعدامه بنواحي مدينة جلفة. شكرا 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 إيمان. رحم الله الشهيد. واش رايكم يا أطفال؟ أنا كنت درت أغنية لذوي الاحتياجات الخاصة واسمها أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة. اليوم راح ما نورش بلاستي، راح نغنيها البلال. يا أخي يلا تغنوا كامل معايا. هاي أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة، إلهي ربي قادر أرادني عديمة، لكنني مثابر لغاياتي العظيمة. زماني لو يطول تحت إلى خمول، سأسعى للوصول لغاياتي العظيمة. زماني لو يطول تحدي إلى خمول، سأسعى للوصول لغاياتي العظيمة. أنا المعاق عزيمة، إلهي ربي قادر أرادني عديمة، لكنني مثابر لغاياتي العظيمة. أنا مثلك الشباب أتحدى الصعاب، أدق كل باب لغاياتي العظيمة. أنا مثلك الشباب أتحدى الصعاب، أدق كل باب لغاياتي العظيمة. أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة، إلهي ربي قادر أرادني
لكنني أسافر لغاياتي العظيمة. أنا حلمي في حياتي أحقق أمنياتي، ولما كل الغايات لغاياتي العظيمة. أنا حلمي في حياتي أحقق أمنياتي، ولما كل الغايات لغاياتي العظيمة. أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة، إلهي ربي قادر أرادني عديما، لكنني أسافر لغاياتي العظيمة. سأثابر بالصمود وأثبت للوجود لطموحي لا حدود لغاياتي العظيمة. برافو 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 برافو، تحية تحية تقدير البلال. بلال تفضل، بلال اقعد، اروح بيدي فوالا. برافو برافو برافو. انا كي نشوف بلال، قعدي بنتي قعدي قدامه، هذه اخته، اخته اللي ترافقه دائما. انا كي نشوف بلال هكذا في الاغنيه نقول لطموحي لا حدود وحياتي تحدي وصمود. حبيتكم تشوفوا كامل والاطفال اصدقائنا تاني يشوفوا كيفاش بلال بالإرادة قدر يمشي. حتى الإنسان دائما يكون عنده هدف في الحياة نتاعو باش يوصل له بالتحدي والصمود. يا أخي إذن تحية أخرى لبلال، برافو. تحبوا ألعاب الخفة؟ يلا دركا نرحبوا كامل بعمو سليم اللي جانا من مدينة بجاية. تفضل عمو سليم، تفضل تفضل عمو سليم. برافو 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 عمو سليم، برافو عمو سليم. تحبوا الحكاية يا أطفال؟
إذا عمو يزيد راح يحكي لكم اليوم حكاية الديك والزهور. يلا معايا. يا أطفال، كما وعدتكم قبيلة راح نحكي لكم حكاية الديك والزهور. واحد النهار كان واحد الديك في الغابة، كان هو أجمل الكائنات، كان صدره أحمر، ذيله أصفر، عنده كاع الألوان ويتباهى بها هكذا قدام كاع الحيوانات وكامل، ويخرج صدره هكذا ويقولهم أنا الجميل، أنا اللي عندي الألوان الجميلة في الغابة وكامل. واحد النهار هذاك الديك مرض، جاه مرض الألوان تاعو كاع راحت، وصبح كل يوم يصبح كئيب هكذا، باسكو الألوان تاعو بدات تروح وكامل. قعد واحد النهار يمشي في الغابة هكذا، يمشي وهو زعفان كئيب، يعني ما كانش كما العادة. شافوه الزهور، كان واحد الزهور زهرة زرقاء، زهرة حمراء وزهرة خضراء. قالوا وش بيك يا ديك هكذا؟ قال لهم أنا كنت بألواني وكنت جميل، وكانت كاع الناس تشوف فيا، وكنت أنا أجمل حيوان في الغابة وكامل، ودركا راحوا لي كاع ألواني وخلاص، ومانيش حاب نعيش أنا خلاص، وديبريما جا كان كئيب وكامل. بعد هذوك الزهرات هذوك في ثلاثة قعدوا يهضروا مع بعضهم هكذا، قال لهم علاش ما نديروش حاجة ونرجعوا له الألوان تاعو، احنا باللون تاعنا احنا الأزهار نساعدوه باش يرجعوا له الألوان تاعو. راحوا عنده قالوا له يا ديك احنا راح نساعدوك باش نرجعوا لك الألوان تاعك. وبداو كل زهرة باللون تاعها تروح لهذيك المنطقة هذيك اللي راح لها اللون، واحدة عطاته لون أزرق، واحدة عطاته لون أصفر، واحدة عطاته لون أحمر. وبعد شاف روحه رجعت له الألوان هكذا، رجعت له الروح. شوفوا كيفاش هذوك الأزهار كيفاش ساعدوا هذاك الديك باش رجعوا له الألوان ديالو. يزيد عمو يزيد، نستخلصوا من هذه الحكاية، يجب مساعدة والعطف على المحتاج. بالضبط، برافو بوبي. إذا تصفيق على بوبي، تصفيق. برافو. إذا يا أطفال، يجب دائما العطف ومساعدة المحتاج. يجب العطف على المحتاج ومساعدته. يا أخي، كي نشوف واحد محتاج لازم نساعدوه. يا أخي، تحبوا مساعدة الآخرين؟ برافو، على بالي شاطرين، على بالي. يلا معايا. يا أطفال، الحقنا دركا الركن النكت. ماذا بيا؟ شكون اللي يحب يحكي لي نكتة؟ يلا روحي بنتي، روحي. جيبي الميكرو عند بوبي وتعالي. تعالي روحي بنتي، قعدي. واسمك؟ ميديسا. وين تسكني ميديسا؟ السومعة. في السومعة، خير ناس. احكي لنا. كان واحد الخضرة، واحد الراجل راح يسافر، ركب في القطار، جات قادت قدامه واحد المرأة كان عندها كانيش. هذاك الرجل اللي كان قاعد كان حاشك صباطه فايح، هذيك المرأة هو كي رقد وميت له صباطه متاقة. بعد هو كي ناض قالها وراه صباط، قالت له ورميته. بعد هي عسى حتى كي رقدت ورمى لها الكانيش، قالها وراه بيبيط، قالت له بيبيط تبع صبيبيط. برافو. شكون اللي عنده؟ تعال. نعم، تعال اقعد. واسمك؟ احمد هواري. وين تسكن هواري؟ في القليعة. احكي لنا. عندي غنية. غنية يلا. عليك مني سلام يا أرض أجدادي، فيك طاب المقام وطاب إنشادي. برافو. ها؟ إيه تقدر تمسو. لا مسو برك. تحب الحيوانات؟ هاك شدو عندك، يلا. ايه شفت تخاف، هاك خايف؟ خفت يخبشني. خفت يخبشك، ما راح تقعد ليك.
وشن اروحي تعالي واسمك؟ امين. اروحي اروحي اقعدي هنا. او اسني اطلعي اقعدي. فوالا اقعدي هكا. واسمك؟ امين. شحال في عمرك؟ امين. امين الله يبارك. واش تعرفي ديري؟ تعرفي تغني لنا اغنيه؟ اي غني لنا يلا. هيا ما حبتش معليش. يلا اروحي بنتي تعالي اقعدي. واسمك؟ ماريا. ماريا شحال في عمرك ماريا؟ 10. وين تسكني؟ بالمرادري. احكي لنا نكته. عندي اغنيه يلا. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب يا يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب أنا بصلاتي أسلم وبالسعادة أنام أفخر بأني مسلم شكرا يا رب شكرا يا رب يا خالق الأكوان يا رب يا رحمن أكرمني بالغفران شكرا يا رب شكرا يا رب نور يا ربي دربي واستر يا ربي عيبي واغفر يا ربي ذنبي دوما يا رب شكرا يا رب. برافو 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 تفيق عليها. برافو بنتي. شكون عنده نكته يجي يحكيها لنا؟ تعالي اقعدي. واسمك؟ فلا. اقعدي فلا اقعدي. شحال في عمرك؟ 2. وين تسكني؟ في لوساندي. لوساندي الله يبارك. احكي لنا. قال لك واحد النهار واحد الاستاذ قال التلميذه تاعو قالها واسمك؟ قالت له وعد. قالها والله ما نقول حتى واحد. هو عم بالو قالت له وعدني بلي ما تقول حتى لواحد. برافو برافو برافو. يا اطفال الحقنا دركا. تعالي تعالي اروحي بنتي تعالي. فوالا تعالي بنتي اروحي اروحي تعالي 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 اقعدي. واسمك؟ فرح. فرح وين تسكني فرح؟ في صومعة. في الصومعة ولاية البليدة. ما جبتي لناش وردة مدينة الزهور. معليش واش حبيتي تحكي لنا؟ واش حبيت تغني؟ يلا غني. نحبك مامتي ونحبك اباتي انتوما حياتي بس وسعادتي يا ربي زقهما جنة من الجنات يا ربي زقهما جنة من الجنات واغفر لهما الذنب يا رحمن واغفر لهما الذنب يا رحمن. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. برافو 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 برافو. أنا نحط صديقي الأرنب. الحقنا الركن الجواب عن اللغز. انتم شاطرين على بالي. الشيء الذي كلما أخذنا منه كبر. أروحي بنتي تعالي 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 أروحي. واسمك؟ إيمان. وين تسكني إيمان؟ سعادة. في السعادة صالون بي يعني؟ خيار الناس خيار الناس. وش هو الجواب؟ الحفرة. الحفرة. برافو 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 برافو. إذن الجواب هو الحفرة. أسني بنتي قعدي تما أعطي الهدية تاعها. حنا الشاطرين الشاطرين دايما نعطوهم هدية. هذه الهدية تتمثل في قبعة مع عمو يزيد
تحميك من أشعة الشمس الضارة، وكذلك نعطو لك سيدي من حق الطفولة فيه 22 أغنية لعمو يزيد، إن شاء الله يفيدوك بنتي. تفضلي، فوالا، صحة عليك. شكرا، شكرا، تصفيق عليها، تصفيق عليها. حنا اليوم لحقنا الركن عيد الميلاد، واليوم المفاجأة أنه عيد الميلاد هو عيد ميلاد بلال. إذن نغنوا له كامل عيد ميلادك أحلى عيد، وأصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الجاتو تاع بلال. يلا يلا يا أطفال تحكوا بيا. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهر امرح غني نفرح ونعيشوا احلى الاوقات، نسهر امرح غني نفرح ونعيشوا احلى الاوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة، سنة حلوة، سنة حلوة. برافو برافو. إذا بلال 11 10 9 8 7 6 5 4 3 زوج 1. برافو 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 برافو. إذا بلال كل عام وأنت بخير. حصة مع عمو يزيد تحضير لك شهادة مشاركة لسعد الدين بلال في لإنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد في هذا الظرف الجميل هذا، اللي أنتم تاني كامل في الخروج نتاعكم غير تخرجوا منا من الحصة رايحين يكونوا الشهادات في انتظاركم باش تاخذوهم معكم كذكرى تحتفظوا بهم. يا أخي تفضل بلال، برافو. إذن وانا ما بقالي إلا نقول لكم ابقوا على خير، استنونا في الأسبوع المقبل على نفس القناة في نفس التوقيت. ابقوا على خير. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء، لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد.